هنا حيث منطقة الزوايد، هذه المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة والتي تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي ووصفها بأنها من المناطق الخضراء والمناطق الآمنة. هنا وسط هذه الخيام الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ لطائرة استطلاع المرة الأولى، ومن ثم الآن استهدف بصاروخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهناك مخاوف من أن تتكرر هذه أو يتكرر هذا الاستهداف. الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه قد حذر المواطنين، ولكن هذه المنطقة كما تشاهدون هي مكتظة بالمواطنين ومكتظة أيضا بخيام النازحين الذين لم يجدوا مكانا آمنا سوى هذه المنطقة. شاهدنا الصاروخ الأول الذي استهدف هذه المنطقة، وكيف كانت هذه الشظايا تتناثر بين خيام النازحين في هذه المنطقة. على أي حال، هذا الاستهداف ليس الأول لهذه المنطقة، إنما الآن نلاحظ أن هناك حالة من الخوف في صفوف المواطنين، في صفوف النازحين الذين فروا من هذه الخيام، يبحثون عن مكان آمن بعيدا عن شظايا هذه الصواريخ الإسرائيلية التي تلقى وسط خيام النازحين في هذه المنطقة. نلاحظ هذه الحالة بين صفوف المواطنين في هذا الاستهداف، وفي ظل هذه الظروف الغامضة التي اختلقها الاحتلال الإسرائيلي، نشاهد حركة المواطنين في هذه اللحظة، حالة من الخوف، حالة من القلق والرعب في صفوف المواطنين في هذه المنطقة. منطقة الزوايدة مشاهدينا تعد من المناطق الغربية لوسط قطاع غزة، وهي الموجودة على شاطئ البحر، وهذا المكان المستهدف هو أيضا موجود على شاطئ البحر وسط خيام النازحين التي باتت موجودة في كل مكان في وسط قطاع غزة. شاطئ البحر بات ممتلئا بالنازحين بخيامهم، ووسط هذه الخيام الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف هذا المكان، وكما قلنا هناك مخاوف من أن يكون هناك استهداف بصاروخ جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المكان.